1975 مرحبا بكم في هذا المكان ان شاء الله. السنة الأمازيغية 1974 وفق تقويم الأمازيغي، ولها دلالات عميقة هي ارتباط الإنسان بالأرض كما أنها رافد ثقافي منذ أجدادنا، فتمت دسترتها كلغة رسمية للدولة ولكل المغاربة. هي الرسالة التي يمكن تمريرها من هذه المنابر الثقافية وبالأحرى الأمازيغية. من أجد صحفي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية في القناة الثامنة الأمازيغية، بخصوص لقاء ديال اليوم يأتي بعد القرار السامي والقرار الملكي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية ومؤدانة، وبالتالي نتواجد هنا بمقر مجلس جامعة حصين بمدينة سلا لإحياء رأس السنة الأمازيغية 1974، وهذا الحفل الذي يأتي في أعقاب يعني أن الشعب المغربي يحتفل بهذا اليوم وبرأس السنة الأمازيغية ليس فقط بمدينة سلا ولكن في ربوع المملكة بأكملها، لكن تبقى الإضافات المهمة اللي مشكور عليها يعني المجلس جامعة حصين وكذلك فعالية المجتمع المدني المساهمة في يعني في هذا الحفل، وكذلك الفعاليات المساهمة في تأطير المحور الأول الخاص بالندوات الفكرية والعلمية والأكاديمية، كذلك تتحدث عن يعني بعض المظاهر للاحتفال برأس السنة الأمازيغية، وكذلك على تاريخ التقويم الأمازيغي كما لاحظتم يعني كان هناك مداخلة للدكتور الباحث وعضو المجلس الإداري السابق الملكي للثقافة الأمازيغية الدكتور نصر أزداي، كان كذلك مداخلة ومؤطرة بشكل قانوني للأستاذ والمحامي بهيئة الرباط أستاذ محمد ألمو، ثم أيضا المتدخل الثالث اللي هو الدكتور مصطفى وعزيز وهو دكتور باحث في التاريخ المعاصر اللي له أيضا إسهامات كبرى في الدفاع عن الهوية والثقافة الأمازيغية. أكيد دائما خلال تبني أيضا يعني للخطاب السامي يوم 3 ماي 2023 والخطاب الذي جاء يعني ليكرس دور الثقافة الأمازيغية والهوية المغربية لإقرار رأس السنة الأمازيغية عودا وطنيا، يأتي كذلك على أنه الشعب المغربي سعيد جدا بهذه المبادرة اللي أعطتنا هذا الانفتاح ديال المجتمع المغربي مع المؤسسات كذلك اللي انخرطت في إحياء رأس السنة الأمازيغية، وأخص بالذكر مرة أخرى يعني المجلس جامعة حصين. أشكر مقاطعة حصين في شخصي رئيسها وأعضاء مجلسها، وكذلك الفعاليات المدنية والهيئات المدنية التي صاهرت على إنجاز هذا اللقاء الهام والمتميز، لأنه يعكس مشاركة الجماعات الترابية في يعني الاحتفال برأس السنة الأمازيغية في سنته الأولى بعد القرار الملكي يعني الذي أقر برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني. يعني هو لقاء ناجح، لقاء فكري سلط الضوء على الجوانب المرتبطة باللغة والهوية الأمازيغية، ايضا لقاء سيساهم في يعني التنزيل الثقافي والهوياتي للامازيغيه في مستوى الجماعات الترابيه. يعني في السابق كان الاحتفال مقتصر على بعض الجمعيات التي تهتم بالثقافه الامازيغيه، لاول مره يعني تشارك الجماعات الترابيه في الاحتفال، وهذا عنده واحد دلالة مهمة وهامة. أولا هي يعني تتناغم مع الإرادة الملكية الرامية إلى النهوض بملف ديال الأمازيغية في إطار واحد الاحتفال ديال الجماعة وديال المقاطعة ديال حصين.
بشراكة مع جمعية المجتمع المدني هنا بمدينة سلا نساهم في تنشيط حلقة نقاش حول السنة الجديدة الأمازيغية اللي هي 14 يناير 2024 وهذا الاحتفال هو احتفال أول بعد ما صدر واحد البلاغ ملكي في ماي السنة الماضية 2023 بلاغ من الديوان الملكي يقر فيه يوم 14 يناير عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدان. هذا القرار الملكي هو قرار تاريخي اعتبره قرارا تاريخيا وقرارا شجاعا وقرارا متميزا ومتقدما عن الفاعلين السياسيين، عندما نقول فاعلين سياسيين نقول الأحزاب السياسية، وعن النقابات. ففي كل مرة الملكية المغربية يعني تفاجئنا بهذه القرارات التاريخية الهامة والمهمة. حضورنا اليوم في الجماعة ديال الحسين هو في تنشيط النقاش وفي تحسيس الشعب المغربي بأهمية هذا القرار وبأهمية هذا الاحتفال الذي ميز المغاربة كل مرة. عيد وطني معناه هو عيد لكل المغاربة، معنى أنه عيد لا نخصص به فئة من الفئات ديال المجتمع المغربي، هو عيد ابتداء من 14 يناير فالمغاربة من حقهم ولهم الشرف قاطبة أن يحتفلوا بهذا الرأس السنة الأمازيغية اللي هو احتفال ضارب في عمق التاريخ، بمعنى أن في التاريخ ديالنا في المغرب كانت لهذا العيد كانت عنده واحد شرعية شعبية، كانوا المغاربة كل في المجال الترابي المغربي كلهم كيحتفلوا بهذا رأس السنة الأمازيغية اللي كانت كتسمى رأس السنة الفلاحية، كاين اللي كيسميها يد يناير عند الأمازيغ، كاين اللي كيسميها بحاقوزة، وهذه الحاقوزة هذه منتشرة بشكل كبير خاصة في المجال الحضاري في المدن العريقة بحال فاس بحال الدار البيضاء بحال طنجة، بحال الناس كيحتفلوا في هذا الوقت بما يسمى بحاقوزة، وهذه حاقوزة راه عندها واحد امتداد في التاريخ المغربي، عندها جذور تاريخية في المغرب ما يطلق عليها بالعجوز بالعجوز. الاحتفال الآن انتقل من هذيك الشرعية الشعبية اللي كانت عنده إلى شرعية رسمية. اليوم بهذا الاحتفال كنبغيو نهنيو صاحب الجلالة على هذا القرار، نشكره بزاف على هذا القرار التاريخي الهام، وكنهنيو جميع الشعب المغربي ولا سنتيني أسقاس غذان فولكين يظلن شبحن يلهان تنمرت. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.